وزي ما انت قلتي فعلا نقطة مهمة جدا، احنا بنشهد انتعاشة كروية. يعني اللي شفناه امبارح من النادي الاهلي، الاصرار، العزيمة، كلنا كنا خايفين من الماتش بما ان الاهلي بيمثل مصر، فكانت ال 100 مليون جماهير مصر كلها، كل الناس اللي بتشجع كورة كانت واقفة ورا النادي الاهلي امبارح، كله كان خايف وكله كان يعني بيقول يا رب ربنا يستر بس ويتعادل، لكن انه يفوز بهدف من محمد هاني ويضيع فرص كمان، فاعتقد ده اللي ما كناش متوقعينه كلنا كجماهير. لكن الأهلي فعلا زي ما بيقولوا دايما بمن حضر، وسط غيابات كتيرة جدا. يمكن هنتكلم عن الغيابات في محمد الشناوي، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، محمود متولي، بدر بنون، تعالوا نشوف أكرم توفيق عشان الإصابة طبعا، حسام حسن عنده شد في السمانة، محمد محمود عنده شد في العضلة الخلفية، صلاح محسن عنده جراحة، أحمد نبيل كوكا مضاعفات فيروس كورونا، مصطفى شوبير، وأربعة كمان من الناشئين بيعانوا من تداعيات فيروس كورونا. فغيابات كتير، لكن الأهلي بمن حضر. النهاردة طبعا احنا كلنا الساعة 9 على موعد مهم للغاية، مستنيين 11 راجل في أرض الملعب. بقالنا فترة الحمد لله مستوى الأداء كويس جدا، والحالة النفسية والدعم النفسي للعيبة من المنتخب، من المدير الفني عفوا للمنتخب، ومن المشجعين ومن الجهاز الفني ومن الكل الحقيقة، بيحظوا بدعم نفسي قوي للغاية. والنتيجة ان احنا شايفين فعلا أداء رجولي، في 100 مليون مواطن واقفين بقلوبهم وبتمنياتهم وبدعواتهم وبدعمهم لرجالة المنتخب الحقيقة من أول البطولة، وهم بيقدموا أداء مختلف، في روح، في شخصية للمنتخب. كنا دايما بنقول ان المنتخب ملوش شخصية، هو مش ظاهر، مش مسيطر، بنلعب بشكل دفاعي فقط. لا، دلوقتي احنا بنشوف هجوم، وبنشوف هجوم قوي، بنشوف جمل، بنشوف أهداف مصنوعة، مش أهداف بتيجي كده بالصدفة، لا، أهداف مصنوعة فعلا. حاجة تفرح الحقيقة وحاجة تشرف جدا شخصية البطل اللي معروفة عن منتخبنا الوطني ان هي ترجع تاني. اللي عمله منتخبنا في هذه البطولة موضوع مش سهل، احنا اول فريق يدخل نهائي مبكر ضد كوت ديفوار، كنا خايفين جدا للأمانة من ماتش كوت ديفوار، لكن استعدنا الذكريات بتاعت زمان، المغرب، الكاميرون، احنا اول فريق لعب 3 مباريات بوقت إضافي. فكرة انك توصل لضربات الجزاء ما هيش سهلة، فكرة برضو انك تفوز بضربات الجزاء ده تألق من حراس المرمى، مستوى فوق الوصف، كل اللعيبة الحقيقة كانوا أبطال ودايما كانوا قد المسؤولية. عشان كده احنا الحمد لله راضين جدا عن أدائهم، راضين جدا عن اللعب اللي بيلعبوه وعن المستوى كمان اللي ظهروا بيه كل اللعيبة الحقيقة. أي حد بيلبس تيشيرت المنتخب بنثق فيه، بيبقى راجل بيتحمل الضغط وبيكون قد المسؤوليه. طبعا احنا مستنيين من النني، ومستنيين من صلاح، ومستنيين تألق ابو جبل، ومستنيين من السوليه، ومستنيين من فتوح، مستنيين من كل اللعيبه الحقيقه النهارده ان هم يظهروا بالشكل المتعارف عليه، وان شاء الله النهارده مصر كلها تفرح. بنصبح لحضراتكم مره تانية وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.